اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين الكرام مع حلقه جديده من برنامج جه وقتك. النهارده حقيقي فعلا جه وقتنا نتعلم من كلمه ربنا حاجه جديده، حاجه تبنينا. احنا محتاجين دايما، على فكره مفيش مره الواحد يحس يقول لك انا شبعت، ولا ممكن اشبع من كلمه ربنا ولا من تعليم الله لينا. النهاردة معانا ضيفنا الجميل، هنتعلم من كلمة ربنا من خلاله، لأنه موضوع برضو مهم حقيقي. يعني ضيفنا الأخ إيليا كرولوس. أهلا وسهلا بيك يا خالي. أهلا بيك حد أسيس، منور فرحان. مكان، ربنا يباركك. شكرا، يا خالي فرحان أكون مع أنا دايما بتعلم مرتين. منك دايما. شكرا. دايما شكرا حقيقي يعني. شكرا. طيب ومعانا كمان مرنمنا الجميل الأسيس فادي أمير. أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بيك يا أبونا، بركة. هنسمع ترانيم جميلة ونتشجع كلنا. أنتوا محتاجين تشجيع النهاردة؟ يعني خليني أقولها لك تاني كده. أنت متضايق، زعلان من حاجة، في حاجة مزعلاك، في مضغوط، مخنوق، معرفش انت زعلان ليه، لكن النهاردة الحلقة مخصوصة علشانك وعلشاني. أمين. النهاردة نتكلم عن مخلصا من السماء. جاء لنا مخلص من السماء، صح كده خالية؟ مظبوط. يا وهتحكي لنا فيها، مش كده؟ بنعمة الله. تحب نسمع ترنيمة كده من الأخ فادي يدينا نتشجع، نفرح نتشجع بيها يعني؟ أمين. 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 يا سائح للقاء يسوع عليه ما عطش ولا جوع طعمك، خبز الحياة ويرويك ماء يا نبوع ويرويك بقيوب ربع دي قليل بالفرح وصوت التهليل حفل عظيم على الساحة والسهران يلبس إكليل والسهران يلبس إكليل والسهران يلبس إكليل حفلة عظيم على الساحة و
والسهران خايك ليل روح يا عيتي لك مكان مشغول بيك بقاله زمان ألغمك شوك إليك سعدك لا ولاك سهران سعدك لا ولاك سهران سعدك لا ولاك سهران قلبك متشوق إليك سعدك لا اسمع الوعد الحلو ده معايا يا وديعة المسيح يا سكنة وسط الصخور لا تخافي من خطر حالي في صخر الدور حاميكي صخر الدهور حاميكي الراعي العظيم صخر الدهور لا تخافي لا تخافي من خطر حاميكي صخر الدهور أمين. حلو التعبير الأخير ده يعني لا تخافي من خطر حميكي صخر دور أمين. أخي ليا خليني أبدأ معاك بالواقع اللي احنا عايشينه. أيوه واقع بنقول أنت عارف العنوان بيقول احنا بننتظر مخلصا من السماء. الواقع العالم اللي بنعيش فيه عالم مليان بالمشاكل مليان بالأوجاع مليان بالأحزان ومشاكل على مستويات وفي حتت كتيرة قوي يعني عارف زي ما تقول يعني السؤال بس في حل هنعرف نطلع من الدوامة دي ولا ما احناش طالعين منها يعني نفسي تريحني أو إيه رأيك؟ طبعا هو هدف الحلقة النهاردة إن احنا من خلال كلمة الله إن عينينا تتوجه إلى الحل الحقيقي وليس الوهمي ليس ما يقدمه الساسة في العالم كله بكرة أحسن وهنعمل مشروع لكن الحل اللي بيقدمه لنا الكتاب لما يمر فيه العالم هو المخلص الذي سيأتي من السماء. أحب في البداية نقرأ مع حضرات المشاهدين جزء من رسالة فيلبي أصحاح 3 أقرأ عدد 20 وعدد 21 الآيتين اللي نبني عليهم كلامنا النهاردة. فيلبي 23 وعدد 21 بتقول يعني عشان حطونا على شاشة فيلبي 23 21 بيقول فإن سيرتنا نحن هي في السماوات التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء. بولس في هو بيكلم فيلبي وفيلبي كانت كنيسة بتعدي في بعض الضيقات والمشاكل فحط عينيهم على هذا الحق الجميل يلا ارفعوا عينيكم لفوق من حيث يأتي المخلص المسيح المخلص الذي سيأتي ليريح المؤمنين من طبعا هنشوف المسيح رقم واحد رقم اتنين هنرتاح من مشاكل العالم. حضرتك أسيس طبعا بتبص على الأخبار والنيوز النهاردة هات لي بقعة في العالم ما فيهاش مشاكل ما دي بقى المشكلة هات لي بقعة ما فيش حتة ما فيهاش مشاكل هات لي بقعة في العالم حتى بيفتكروا ان كندا وأمريكا والأستراليا والأوروبا اللي يعيش هناك يعرف انها مليئة بالمشاكل مليئة بالتحديات. أنا عايز أقرأ آيتين لو حضرة المخرج يطلع لنا إنجيل لوقا أصحاح 21
رب يسوع وفي عدد 25 لوقا 21-25 الرب يسوع المسيح لخص طابع وصفات الأيام الأخيرة في الأعداد القليلة ديت. لوقا 21 عدد 25. طبعا الأعداد اللي هقراها ديت بتكلمنا هتبقى بصورة أبشع بعد ما المسيح ياخد الكنيسة، لكن بدأت ملامح الأوضاع الصعبة تبان من الآن، وده يأكد لنا ملامح الأوضاع الصعبة اللي هي تبان من النهاردة. عايز توصلنا لإيه يعني؟ عايز أوصلنا إن الوقت قريب جدا. الوقت قريب جدا، إن العلامات اللي بتكلم عن المسيح دي هتحصل بعد اختطاف الكنيسة، لكن بدأت تظهر بوادرها من الآن. أقول كده في أعمال لوقا 21-25 أيوة. وتكون علامات في الشمس والقمر والنجوم، وعلى الأرض كرب أمم بحيرة. على وجه الأرض كرب أمم بحيرة. كرب معناها اضطراب، حيرة معناها قلق. ودي أمم كرب على وجه الأرض كلها. يعني مش يقول واحد. الكتاب البحر والأمواج تضجوا. الناس يغشى عليهم. الناس يعني يا حرام ماشية في الشارع زي المغمى عليهم. الناس يغشى عليهم من خوف وانتظار ما يأتي على المسكونة. الناس خايفة بكرة يحصل ايه. يعني لسه اليومين اللي فاتوا ما استريحناش، بيقولوا زلزال كبير قوي قوي وبركان في وسط البحر المتوسط. النهاردة يطلع لنا الصبح خبر بنوع من الـ 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 من الوباء، وباء الجديد بتاع القرود دوت، وهكذا 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 وهكذا. انا ما اقصدش ان انا ازعج الناس اكتر ما هي منزعجه، بس عايز اقول هذا ما قاله الكتاب. ومن الناحيه الاقتصاديه حضرتك شايف انه النهارده في العالم كله، العالم يئن من حالة الاقتصاد المتردي والمنحدر جدا جدا جدا. الناس خايفة هتعمل ايه. الدول العظمى خايفة، مش بس الدول العالم الثالث. الناس يخشى عليهم من خوف وانتظار ما يتعلم. ومن الناحية الروحية الرب يسوع قال لنا ايتين في انجيل لوقا برضو 17 يمكن، قال كما كان في ايام نوح وكما كان في ايام لوط. كما كان في أيام نوح المشاغل، الناس مشغولة، الناس يأكلون ويشربون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك وجاء الطوفان وأهلك الجميع. وكما كان في أيام لوط يا أسي السمير. بس أيام لوط دي كانت أيام الفساد والنجاسة. ولم نرى أياما ازداد فيها الفساد والنجاسة وتقنين الشذوذ لدرجة أن النهاردة اللي يتكلم كلمة عن الهوموسيكشواليتي النهاردة، واعتقد حتى تعرف في الغرب ده كويس قوي، انه ممكن يتسجن. لسه قاضية امريكانية محترمة سجنوها علشان ما حبتش تعمل عقد زواج لاتنين من الشواذ. كما كان في ايام لوط هكذا يكون في مجيء ابن الانسان. اسأل سؤال، ايه اللي هيريحنا من كل الاوضاع ديت؟ اوعوا احبائي تنتظروا سياسي. افتكر مره واحده مفكره كبيره مش عايز اقول اسمها، كانت بتعمل حوار في احدى البرامج، هي علمانيه ملحده. وبعدين المحاور بيسالها، بيقول لها حضرتك كمفكره شايفه اوضاع العالم المترديه ديت والاقتصاديه، هل تقترحي عندك حل لهذه الأوضاع؟ قالت لن ينصلح حال العالم إلا إذا جاء شخصا قويا مثل هتلر، وشخصا روحانيا مثل غاندي، وشخصا حكيما مثل سليمان. إذا جاء هذا الشخص أقدر أقول أن العالم سيعم فيه السلام. وهي يعني هي ملحدة، تخيلت أن الثلاثة دول هم اللي هو ده الحل، هيحلوا المشاكل. هي بتفكر يعني في شخصية يعمل أيوة كده. أيوة. لكن إحنا من كلمة الله بقول لأحباء المشاهدين يلا بينا، رغم كل الضغوط اللي بنمر بيها أحبائي، لكن نحن لنا مخلصا الرب يسوع المسيح. ننتظر طيب مخلصا من السماء. ننتظر، حضرتك بتقول ننتظر. أيوة. ده في الفيوتشر. أيوة. يعني المستقبل. بكرة. أيوة. في المستقبل. أيوة. طيب دلوقتي ما فيش حاجة حصلت في الماضي يعني؟ يعني هو ما جاش، مش هو جه. أيوة. حضرتك انا برضو بستغرب دلوقتي بتقولي ننتظر. ننتظر ازاي
وهتلغي لنا الاول ده ولا تعمل فيه ايه؟ لا هقول لحضرتك يا استاذ سمير. هو المسيح جاء والمسيح سياتي. على فكره اذا حبيت تلخص العهد الجديد كله اللي احنا فيه العهد الجديد الخصه في كلمتين حضرتك. المسيح اتى والمسيح سياتي. المسيح اتى والمسيح سياتي. تقصد اتى عندما جاء في الجسد من 2000 سنة جاء مخلصا في المجيء الأول. بالضبط في مجيئه في التجسد المسيح جاء مخلصا. والمسيح سيأتي للمؤمنين قريبا مخلصا. يعني العلاقة في وجه الشبه بين الاثنين. يعني هو مخلصا في الأول بالضبط ومخلصا في الثاني. بس أقول الفرق. لا أنا دي مش فاهمها. هوضح لحضرتك. ساعدنا الله يخليك. الله يخليك. المسيح جاء مخلصا. يعني تفتكر كده لما الملاك يبشر يوسف خطيب مريم قال لها قال له كده ما تخافش تاخد امرأتك مريم لأن الذي حبل بها فيها من الروح القدس ستلد ابنا ويدعون اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه. عندما أتى المسيح من 2000 سنة جاء لكي يخلص. يخلص من واحد الخطية عندما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا. جاء لكي يخلص من الدينونة الأبدية عندما مات على عود الصليب. ويقول الكتاب في أشعية 53 والرب وضع عليه اسم جميعنا. عندما جاء إلى أرضنا وأعلن إن هو المخلص الوحيد الرسول بطرس يقول في أعمال 4 وليس بأحد غيره الخلاص. لأن ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. وكل من يدعو باسم الرب يعمل إيه؟ يخلص. المسيح جاء مخلصا. وعلى فكرة بالمناسبة أنادي على كل من يشاهدنا في هذه الليلة استفيد بمجيء المسيح الذي جاء لكي يخلصك من خطاياك من دينونة الخطية من جهنم الأبدية ويعطيك حياة أبدية. يعني دلوقتي أنت خليت لي في كلمة بتتقال مرتين. أيوة. فقلت لي مخلصا ومخلصا. تمام. نفس الكلمة. صحيح. ما الفرق بين مخلصا الأولى ومخلصا الثانية؟ زي ما بقول ما كانش ينفع يعملها لنا مرة واحدة وخلاص. لا لا هو جاء مخلصا ناس غرقانة في خطاياهم. كان لابد الأول أن المسيح يأتي بموته على الصليب وينتشلهم من الدينونة ومن الخطية عندما مات على عود الصليب زي ما بيقول لنا الكتاب عن الرب يسوع وعملوا له كل المجد لما دخل بيت زكا وقال كده لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. يبقى الأولاني ده الخلاص من عقاب الخطية. بالضبط الخلاص من الخطية ومن عبودية الخطية ومن عقوبة الخطية. ده الأولاني. بالضبط زي ما تقابل بولس مع سجان فيليبي وأدرك حقيقة هلاكه وسجد هذا السجان في الأرض وقال يا سيدي ماذا أفعل لكي أخلص. أي. قالوا له آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. الخلاص الأول الذي جاء المسيح لأجله خلاص من عبودية الخطية من سيادة الخطية وأيضا من دينونة الخطية. طيب لو حد بيتفرج علينا يا أخي ليا بس أقول لكم حاجة مهمة بس قبل ما أكمل السؤال. أهلا وسهلا تليفوناتكم بالذات لو في أسئلة في الموضوع أو تخش في الموضوع يبقى روعة. طيب يعني لو واحد بيتفرج علينا دلوقتي يقول لك أنا كيف أضمن إن الخلاص الثاني اللي المسيح حياتي بيه ده أناله لو أنا خدت الخلاص الأولاني؟ يعني إزاي تقنعني؟ أشكرك. هناك ارتباط وثيق بالاثنين. أتعب حضرة المخرج لو يطلع لنا من فضله تسالونيك الأولى 1:9-10 يربط بين هاتين الحقيقتين أن كل من تقابل مع المسيح وأخذ خلاصه الأول سيأخذ خلاصه الثاني. ده أنا عايز أقول عبارة يا أسيس سمير هو أن المسيح ننتظره قريبا مخلصا لكي يخلص المخلصين. حلوة الجملة دي جميلة. المسيح سيأتي قريبا مخلصا لكي يخلص المخلصين.
يعني كل من تقابل مع المسيح عند الصليب في خلاصه الأول وقبله مخلص ونال الحياة الأبدية. أيوة. سيأتي المسيح قريبا من السماء لكي يخلصه من العالم الحاضر الشرير اللي هنتكلم عنه بعد شوية. أيوة. في الحلقة. أيوة. بس عايز أقرأ مع حضرات المشاهدين تسالونيكي الأولى أصحاح 1:9-10 يقول كده الكتاب: كيف رجعتم إلى الله من الأوثان لتعبدوا الله الحي الحقيقي. أي. خد بال حضرتك هنا بيتكلم عن الخلاص الأول. كيف رجعتم إلى الله من الأوثان لتعبدوا الله الحي الحقيقي. طب وبعدين؟ وتنتظروا ابنه من السماء الذي أقامه من الأموات يسوع الذي ينقذنا من الغضب الآتي. إذن من رجع إلى المسيح ونال خلاصا وحياة أبدية عنده يقين أنه ينتظر المسيح الآتي الذي سينقذنا من الضربات والضيقات عندما يأتي ويختطف الكنيسة. إذن جاء المسيح مخلصا وسيأتي قريبا أيضا مخلصا لكي يخلص المخلصين. يعني حضرتك هو وعد، معلش خليني أسأل سؤال، هل المسيح قال بنفسه أيوة أنه جاي تاني؟ طبعا قال كده 7 مرات في سفر الرؤيا، قال أن آتي سريعا. سبع مرات لكن أنا عايز أقتبس بس واحدة في إنجيل يوحنا 14. يوحنا 14 عندما قال المسيح: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فأمنوا بي، في بيت أبي منازل كثيرة. أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت المكان، شوف الوعد بقى، آتي أيضا وأخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. طيب سوري أخي لي، أنا هاخدك في حتة تانية، يعني نفس موضوعين، لكن هل في العهد القديم أي نبوات عن المجيء الثاني ولا ما بيبقى، ولا في العهد الجديد فقط؟ لا، هناك نبوات كثيرة في العهد القديم عن مجيء المسيح طبعا. بس لازم نفرق واحنا بندرس الكتاب نقول كلام دقيق. ازاي بقى؟ احنا عارفين ان المسيح سيأتي على مرتين. انا بتكلم عن مجيئه القريب اللي احنا متوقعين، اللي بنقول دايما للناس الرب قريب. بس هيجي مرة للاختطاف ليأخذ الكنيسة اللي قال عنه الرسول بولس في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير، ثم سيظهر علانية للعالم ليدين المسكونة بالعدل. العهد القديم، بتسأل على العهد القديم ونبوات حضرتك، يعني هل في العهد القديم بيتكلم عن مجيء المسيح للدينونة وليس لاختطاف الكنيسة. العهد القديم ده جري شوية. ليه بقى؟ لأنه الكنيسة واختطافها ده سر لم يكن معروفا في العهد القديم. هذا السر أعلن لنا بمجيء المسيح مخلصنا في العهد الجديد. عشان كده نبوات العهد القديم تكلمنا عن مجيء المسيح للظهور. ولو تحب مثلا أقرأ لك شاهد واحد بس كفاية في سفر ملاخي. أنا كمان عندي سؤال تحت أمرك. سفر ملاخي، أقرأ لك سفر ملاخي هيكلمنا عن مجيء المسيح. بس مجيء المسيح للدينونة بقى. ملاخي 3 وعدد عدد كام؟ هقرأ من أول عدد 1. يقول: هأنا ذا أرسل ملاكي فيهيئ الطريق أمامي. ويأتي بغتة إلى هيكله السيد الذي تطلبونه. وملاك العهد الذي تسرون به هو ذا يأتي، قال رب الجنود. ومن يحتمل يوم مجيئه؟ من يثبت عند ظهوره؟ لأنه مثل نار الممحص ومثل أشنان القصار، فيجلس ممحصا ومنقيا للفضة فينقي بني لاوي إلى آخره. إذن العهد القديم تكلم عن مجيء المسيح للدينونة وليس الاختطاف الكنيسة. طيب خليني برضو يعني بنتكلم عن المجيء الثاني.
ايوه المخلص. هو حضرتك قلت عباره انا بس برجع فيها يعني، سوري معلش ساعات ما بفهمش قوي. العفو العفو. لا دلوقتي بتقول لنا حضرتك ان في اختطاف وفي ظهور وفي مجيء. مش انت قلت كده؟ تمام. انا ما قلتش. هو الكتاب اللي قال كده مش انا اللي قلت يعني. طيب الكتاب اللي قال عشان بس الساده المشاهدين يفهموا وانا كمان افهم واخويا فادي وكده. اختطاف وظهور ومجيء، هو ايه الفرق يعني؟ ما هو كلهم مسيح جاي. لا هما الاثنين اسمهم مجيء. لكن مجيء اسمه ظهور والمجيء الاخر اسمه اختطاف. خلينا نتكلم الاول ماذا ننتظر كمؤمنين؟ أخذنا الروح القدس زي ما قرينا شوية، وننتظر تنتظر ابنه من السماء يسوع. نحن الآن ننتظر مجيء الرب يسوع المسيح للاختطاف. وكلمة الاختطاف دي كلمة مش بنألفها من عندنا، لكن دي كلمة قالها الرسول بولس في تسالونيك الأولى أصحاح 4 لما قال الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء والأموات في المسيح سيقومون أولا ثم نحن الأحياء نخطف رابتشر هو نخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء وهكذا نكون كل حين مع الرب. ده اسمه ايه أسيس؟ ده اختطاف. ده اختطاف. وده واضح في الكلام. وبعدين الاختطاف خلي بالك معايا ده اختطاف لحظي لا يرى بالعين، في لحظة وفي طرفة عين. برافو عليك. كورنثوس الأولى 15 في لحظة في طرفة عين. ولحظة اللي هي توينكل اوف اي ديت محدش يلحق يشوف، محدش يلحق يشوف ده ما فيهاش زمن اصلا. بالظبط كده، في لحظة في طرفة عين. هيجي المسيح قريب علشان ياخد المؤمنين الى السماء زي ما قلت من شوية، سيأتي لكي يخلص المخلصين. يا بخت كل اللي تقابل مع المسيح، يا بخت كل اللي اتغسل بدم المسيح. سيأتي المسيح قريب عشان يريحنا من أتعبها، سايبين الدنيا وأتعبها. هنكون مع المسيح وسيمسح الله كل دمعة من عيونه. أنا عايز أحبائي الأيام دي تفرح، اوعى تنحني، اوعى تنكسر، اوعى تئن. صحيح برية متعبة جدا، لكن نحن ننتظر مخلصا من السماء الرب يسوع المسيح. أمين. طيب هسأل سؤال بس في تليفون انا اخده، بس خليني اسأل سؤال معلش اخت نوع استنين دي واحدة دلوقتي. الاختطاف لازم تقول لي ايه العلامات بتاعته عشان ابقى جاهز يا اخ لي يعني هو هيفاجئنا. طب في اي حاجة اعملها او حاجة هتحصل مثلا ناخد تليفون؟ طب اتفضل عشان الاخت نوع ما تزعلش. اتفضل الاخت نوع من امريكا. اهلا بيك يا اخت نوع، اتفضلي. الو سلام ونعمة. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك واهلا بالاخ ايليا، دائما اسمعه هو رجل الله. اريد اسال السؤال يعني هو مش سامعك معلش، في مشكله. انت مش سامع يا اخي؟ لا مش سامعين حاجه هنا خالص. احنا مش سامعين. انا سامعه. طب معلش وصلي لي السؤال وانا اقوله له، اتفضلي. لا اقول هاي العلامات يعني هي نفسها اللي قال سيد المسيح، وسيد المسيح يعني فعلا عن قريب سياتي. ماشي. ماشي اختي نهى. واضح السؤال؟ واضح. حضرتك بتقولي ان العلامات اللي قالها انا اتمنى يصلحوه الشباب وهو يسمعها. قولي تاني كده اخت، قولي كده تاني. اقول الرب يسوع لما قالوا له نهايه العالم يعني حكى على هاي العلامات هي نفسها، والمسيح يعني جاي عن قريب. فهمت السؤال. خلاص الاخ ليه هيجاوب حضرتك. اهلا بيكي. هو نفس السؤال بتاع اللي حكى عن العلامات برضه. مع نفسه. افكر برضه احبائي المشاهدين ان هناك مجيئين، هناك ظهور وهناك اختطاف. الاختطاف سري، انا كنت لسه بقول من شويه قبل التليفون، في لحظه في طرفه عين. ثم الظهور دوت هيكون علني، هو ذا ياتي مع السحاب وستنظره كل عين. في ظهور المسيح عندما يأتي على السحاب، مش يجي على الأرض تاني،
هيجي مع الكنيسة اللي خدها مع أجناد الملائكة عشان يصنع دينونة. عايزين نفهم حتة مهمة يا سيد سمير، وهي العلامات التي حكى عنها المسيح في متى 24، وكل ما نقرأه من العلامات. إيه بقى؟ العلامات، في علامات في الطبيعة زي ما قرينا من شوية انه تكون علامات في الشمس، في علامات في الكون. يعني مثلا على سبيل المثال، يعني وكالة ناسا، وكالة الفضاء ناسا اعلنوا عدة مرات ان هناك كوكب صغير جسم يسير بسرعة شديدة ناحية الارض. هذا الكوكب او هذا الجسم سيعمل اصطداما بالكرة الارضية يساوي 10,000,000,000 زي اللي وقعت على هيروشيما. دي واحدة من العلامات، انا مش جايبها من عندي، ده وكالة الفضاء ناسا. ومرة كنت بتمشى على احدى شواطئ المحيط برا وسألتهم، لقيتهم حاطين تلسكوبات، قالوا فعلا الكلام دوت موجود على الويب سايت بتاعنا. في علامات في الفضاء، في علامات سياسية، في علامات، في زلازل، في أوبئة، في مجاعات، في علامات دينية، في علامات اقتصادية. هذه العلامات كلها ستحدث قبيل الظهور وبعد الاختطاف. خد بال حضرتك معايا. لا 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 لا، ركز في دي، لا ما تجريش فيها. حاضر. تحصل ايه؟ العلامات ديت ستتم واضحة بعد الاختطاف وقبيل الظهور. لكن الشيء العجيب ان هذه العلامات اللي هتتم بعد الاختطاف بدأت تظهر من النهاردة. بدأت تظهر من النهاردة. يعني كثيرا من العلامات اللي مش عايز اخش كتير في موضوع العلامات دوت، اللي مفروض تتم بعد اختطاف الكنيسة بدأت تظهر من النهاردة. ده بيقول لنا ان الاختطاف رقم واحد قرب جدا، فخلاصنا الان اقرب مما كان حين امنا. مجيء المسيح لاخذ الكنيسة ليس مرتبط بعلامات، لكن مجيء المسيح لاخذ الكنيسة مرتبط بصوته ووعده لينا، انا اتي سريعا. يعني اذا حضرتك بتقول لنا اني انا بس مش هرجع كل كلامك، جمله هقولها بس، يعني ان الاختطاف ملوش علامات. الاختطاف ليس له علامات، المجيء ليه علامات. تمام. الظهور مجيء المسيح في الظهور، احنا بنقول دايما مجيء المسيح الظهور في الاختطاف او مجيء المسيح انه يظهر من السماء. فده ده ليه علامات، ده اللي هيسبقه بقى ظهور الوحش وظهور النبي الكذاب وظهور السماء بتاعه 366 الحاجات دي كلها. بالظبط. طب يا اخي ايليا، يعني دلوقتي انا شايف ان اللي بيتقال في متى 24 اللي حضرتك بتقوله لنا من شويه، الكوكب، الفضاء، السياسه، الاقتصاد، الدين، بدات تظهر. لسه اقول لك انا بدأت تظهر. انا لسه نايمه موجوده اهي بتظهر. طب ما موجوده، لم تظهر بصوره كامله. يعني مثلا في الضيقه العظيمه بعد اختطاف المسيح للكنيسه، حضرتك الاغنياء لن يجدوا رغيف الخبز. ده فين ده؟ ده في الضيقة العظيمة بعد الاختطاف. عندما بعد اختطاف الكنيسة؟ بعد اختطاف. لا أنا عندي سؤال فيها دي بس كم. عندما تفتح الخطوم السبعة رؤية ستة لكي تبدأ الضيقة العظيمة بعد اختطاف الكنيسة إلى السماء، في واحد من الخطوم هيخرج فرس، الفرس الأسود. والفرس الأسود بيكلمنا عن الجوع حسب أرمية، اسودت جلودنا كالتنور من جرى الجوع، لدرجة ان ثمنية القمح هتبقى بدينار، ودينار اجرة العامل في اليوم. الاغنياء هيئنوا، الاغنياء هيئنوا. النهاردة في مجاعات، في بوادر المجاعات دي، بوادر بوادر رغم الغلاء الفاحش اللي موجود في كل بلاد العالم النهاردة، ولا سيما في الدول العالم الثالث. لكن بيقول لنا الريحة، عارف اقولها بقى بتشبيه بسيط. حضرتك لو داخل البيت وبيطبخوا في البيت أكلة معينة، حضرتك بتشم ريحة الأكل من على بعد. لكن لسه الأكل ما اتقدمش قدامك. يعني عايز أقول حضرتك اللي بيحصل ده ريحة، ده ريحة الأكل يا يسوع، ده ريحة الأكل اللي احنا شمينه النهاردة. لما يجي بجد هيبقى شكله ايه ده؟ بس الحاجة الخبر الحلو، يسوع الذي ينقذنا من الغضب الآتي.
عشان كده احنا منتظرين مخلص فعلا. لا ده احنا محتاجين له بقى, محتاجين منتظرين مخلص. يلا يا احبائي الافاضل, يلا مره تاني وتالت هقولها اثناء الحلقه, يلا نرفع عينينا للسماء حيث ننتظر الرب يسوع المسيح المخلص. أمين. اللي هيريحنا من العالم الشرير الذي سيغير شكل جسد تواضعنا, الذي سيلبسنا الجسد الممجد, الذي يريحنا من الشيطان, الذي يحل كل مشاكل الأرض, ونسكن مع المسيح إلى أبد الآبدين. أمين. هللويا هللو يا وطن يا خان علينا, ده الصبر اشتاق في عنينا. قولها بإيمان معايا لو انت مؤمن منتظر. يا وطن يا خان علينا, ده الصبر اشتاق في عنينا. انت يا يسوع هتجينا, يا سمانا يا احلى مدينه. انت يا يسوع هتجينا, يا سمانا يا احلى مدينه. سايبين الدنيا واتعب, سايبينها بمالها وبترابها, سايبين الدنيا واتعبها, سايبينها بملها وبترابها. لحنا بينها واصحابها, هيجينا اليوم ونسيبها. لحنا بينها واصحابها, هيجينا اليوم ونسيبها. يا وطن يا خال علينا, ده الصبر اشتاق في عنينا. يا وطن يا خال علينا, ده الصبر اشتاق في عنينا. انت يا يسوع هتجينا, يا سمانا يا احلى مدينة. ان ملك بهيم عدي شايلة هللويا, الملك فاهم عديانا, الموجة عليك شايلانا, والفرحة دي مش سيعانا. دعرسنا استنانا, والفرحة دي مش سيعانا. دعرسنا استنانا. يا وطن يا خال علينا, ده الصبر اشتاق في عنينا. يا وطن يا خال علينا, اقف علينا. انت يا يسوع هتجينا, يا سمانا يا احلى مدينة. في السماء هنرنم فرحانين, وعلى الانتصارات كلنا عازفين. في السماء هنرنم فرحانين, وعلى الانتصارات كلنا عازفين. وعلى العرش في وسطينا رب الألباب وفدينا. وعلى عرش في وسطينا رب الألباب وفدينا. قولوا معايا. يا وطن يا خال علينا, ده الصبر اشتاق في عنينا. يا وطن يا خال علينا, ده الصبر اشتاق في عنينا. انت يا يسوع هتجينا, يا سمانا يا احلى مدينة. انت يا يسوع هتجينا, يا سمانا يا احلى مدينة.
بديل. امتى يسوع هتجينا؟ امين تعالى. امين تعالى ايها طيب الرب يسوع. عايز اقول لك حاجه يعني قبل السؤال يعني انا كان عندي سؤال بس هسال سؤال بلي اتفضل. بس معانا تليفونين، المخرج بيقول فيه تليفونين، ناخد تليفونين بسرعه. امين. يمكن حد يحب يسال ولا حاجه. الو الو. عادل من استراليا، اتفضل يا اخ عادل. مساء الخير، انا دكتور عادل فرج من استراليا. اهلا دكتور عادل. اهلا بيك. الحقيقه الحلقه ممتازه و يعني هي تدرس، يعني الاخ اللي كرولوس طبعا اخ غالي علينا، احنا خدنا درجت هنا في ملبون من كام شهر. الحلقه تدرس وفيها حاجات كتير وبتوضح حاجات كتير، اسئله كتير عند الناس. وكل برامج الدكتور سمير الحقيقه جميله وموفقه، لكن انا عندي سؤال الاخ اللي لو ممكن. اتفضل يا دكتور عادل، انا سعيد اسمع صوت حضرتك. انا سعيد اسمع صوتك. اهلا دكتور عادل. ربنا يخليك، ما تحرمش منك ورسيك. لكن السؤال هنا اللي انا بساله، طب في خلال حياتنا على الارض بعد ما قابلنا المسيح وقابلنا المخلص وكده لحد الاختطاف اللي هيجي ان شاء الله وكلنا نفرح في السماء، حياه الجهاد بتاعنا دورنا ايه احنا بقى هنا؟ يعني انا سمعت راي من حضرتك او من حد تاني ان مهما عملنا خطيه بعد ابن المسيح لكن مش هيبقى علينا دينونه. انا الحته دي مش واضحه، يعني اذا مش هيبقى علينا دينونه اعيش حياتي براحتي مش هيبقى علي دينونه، لكن العقاب على الارض حد قال لي في عقاب على الارض. طب لو ما خدتش عقاب على الارض ايه موقفي في الاخر، او ازاي ربنا يتعامل مع كل المستويات يعني حسب درجات ايمانهم، يعني حتى لو كانت حياتهم مش منضبطه على الارض. شكرا دكتور عادل، سؤال في منتهى الروعة. أجاوب. معانا تليفون تاني، تحب ناخد تليفون تاني ونجاوب الاثنين ومرة بعضهم؟ إيه رأيك؟ أجاوب الأول. طب أخت نهال تحب تنتظر بس عشان ما يدخشش الأفكار في بعضها. دي واحدة. دينا فرصة أخت نهال بس هو يجاوب ونرجع ناخد حضرتك. أنا وسلم. بص يا دكتور عادل، حضرتك طبعا بالتأكيد سمعنا. أولا اللي قابل المسيح يسوع مخلص ما يقدرش يعيش في الخطيه، يقول لك طالما انا ما عليهاش دينونه اعمل براحتي. ده مش موجوده في كلمه الله ابدا، بالعكس انا عندي كل الحاجات الكتابيه بتقول نحن الذين متنا عن الخطيه كيف نعيش بعد فيها. ان كان احد في المسيح خليقه جديده، الاشياء العتيقه قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. الذي يقبل المسيح يسوع بالروح القدس يبدا جهاد. صحيح يبدأ جهاد. ايه هو الجهاد دوت؟ الجهاد ضد الخطية، يعيش حياة النصرة على الخطية. وارد ان هو يزل يا دكتور عادل، يعني يقع غصب عنه لكن ما يعيش فيها ويستحلى الخطية. اذا وقع غصب عنه شفاعة المسيح بتشفع لأجله ويضمن مكانته عند الآب ويرد نفسه مرة تانية. اما اذا تكرر منه الغلطات دوت، في حاجة اسمها تأديب إلهي، لأنه الابن اللي ياخد حياة أبدية حسب وعد المسيح لا يهلك إلى الأبد. ممكن يؤدب وقد يصل التأديب إلى درجة الموت، لكن لما المسيح بيدي حياة أبدية قال كده أنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد. لكن بأكد فيش حاجة في الكتاب بتقول أنا خدت الإيمان أعيش براحتي بعد كده أبداً، العكس الكتاب يقول صرنا شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. طيب ناخد نهال من إنجلترا. أهلا وسهلا بيكي، تفضلي. سلام ونعمة يا حضرة القسيس، برحب بحضرتك وحضرة القسيس فادي وبخادم الرب المبارك الغني عن التعريف الأخ إيليا، بركة مضاعفة على رؤوسكم جميعا ورؤوس المشاهدين الغاليين على قلب الرب. أنا الحقيقة في البداية عايز أشكر حضرتك يا قسيس سميرة على سؤالك الرائع للأخ إيليا لما قلت له هو إحنا لسه هننتظر مخلصا؟ هو المخلص مش جه وخلاص؟ المخلص مش جه وخلاص. الإجابة بالفعل أن الرب يسوع جه المجيء الأول كمخلص للعالم كله، ولكنه سيأتي ثانية في مجيئه الثاني كديان للعالم. فأنا دايما بقولها أن شخصية الرب يسوع من الشخصيات الفريدة جدا، لأنك هتقابله لا مفر ولا هروب من مقابلته. فلو ما قابلتهوش يا اللي بتسمعنا كمخلص على الأرض، حتما وأكيدا هتقابله كديان في الآخرة. فتفلي أن الجميع بلا استثناء يحسبها صح ويقرر أن يقابله على الأرض، لأنه بعد كده هينطبق عليه قول الكتاب
لدي الله الحي. مفيش حد فينا مهما بلغت قوته هيقدر يقف قدام غضب الله في اليوم الأخير. وده اللي هيدخلني للسؤال. في مثل العذار الحاكمات والجاهلات اللي كلنا عارفينه في متى 25 يا أخ إليا، هحكي القصة عشان وقت البرنامج، لكن المرعب في القصة دي إنه في عدد 11 بيذكر الكتاب إنه في عذارة جاءت قائلة يا سيد يا سيد افتح لنا، فأجاب وقال حق أقول لكنا إني ما أعرفكن، مع إنه في بداية المثل اتقال عنهن جميعا العشرة إنهن أخذنا مصابيحهن وكمان يعني كانوا ماشيين للقاء العريس. يعني أنا يعني لما تقال ان كلهم من عيشنا ونمنا، الفرق الوحيد ان الجاهلات ما كانش معهن الزيت، ولما ادركوا ان المصابيح هتنطفي جريوا علشان يشتروا من الباعة، لكن للاسف الكتاب بيقول ان الباب قد اغلق. فسؤالي لحضرتك من شقين، الشق الاول هل العذارى الجاهلات دي ما كانوش مؤمنات اساسا؟ وازاي كان بيقولوا له يا سيد وان هو عارسهم، يعني ينطبق على اي نوعيه مننا احنا مشاهدين؟ الشق الثاني وهو الأهم، ازاي نطبق علينا احنا كمؤمنين خطورة عدم وجود الزيت اي الروح القدس في المصابيح بتاعتنا؟ واخر حاجة، ياريت ياريت من فضلكم تلقوا الضوء على الحتة المهمة بخصوص فكر المطهر، انه يوجد فرصة بعد الموت للتطهير من خطايانا، هل هذا يتفق مع فكر الكتاب؟ فأرجو التوضيح والرب يبارك. يباركك الرب يا أخت نهال. هي أسئلة جوهرية ومهمة قوي. يعني في وديع من المنيا، ناخده ولا نجاوب؟ إيه رأيك يا أخ وديع؟ تستنانا ولا تقول لنا بسرعة التليفون بتاعك؟ تفضل تفضل، يعني يكون مختصر يعني، لأني أسئلة بصراحة أنا عايز أعرفها. أنا عايز لك اليوم مش هيروح إلا ما يجاوب عنا. فتفضل يا أخ وديع تفضل. ألو؟ طيب طيب، شكله ارجع وكلمنا مرة تانية. دلوقتي هتجاوب الأخت نهال. طيب. هي كان عندها عدة أسئلة، هم ثلاث أسئلة. الجاهلات دول قالوا له يا سيد، فدول مؤمنين ولا خطاة؟ طيب احنا مهم جدا نعرف انه عندما يذكر الكتاب ملكوت السماوات يذكر بيها، يقصد بيها دائرة المسيحية المعترفة باسم المسيح. كل المسيحيين المعترفين باسم المسيح هم دائرة ملكوت السماوات. ملكوت السماوات دي مش السماء، لكن ملكوت السماوات هي دائرة كل من يعترف باسم المسيح، وفي هذه الدائرة يوجد مؤمنين وغير مؤمنين. عشان كده مثلا لما تروح لمتى 13 هتلاقي أمثال ملكوت السماوات السبعة اللي بتكلم عن كل دائرة من يعترف باسم المسيح، هتلاقي زوان وحنطة، هتلاقي شبكة مطروحة في البحر فيها سمك جيد وسمك رديء. إذن العذارى الجاهلات هنا هم جماعة معترفين باسم المسيح، يعرفوا المسيح لكن لم يكونوا مؤمنين حقيقيين. فإذا في ناس كتير يا أخي إليا يعرفوا المسيح لكنهم لم يختبروا بالضبط العشرة معه ودوت هي أو الحياة اللي نقرأ عنهم في متى سبعة. أليس باسمك تنبأنا واسمك أخرج من الشياطين؟ فيصرح قائلا لهم اذهبوا عني يا فاعلي فاعلي الاسم. طبعا الفرق بين الاثنين انه ما كانش عندهم الزيت. طب ايه حكايه الزيت ده يعني؟ الزيت هو يعني لو قلت لي النهارده احنا نقدر خميس بالليل، ايه هو الزيت؟ الزيت هو الروح القدس. دايما اشارات الزيت في الكتاب المقدس كله لما تاخدها من اول الروح القدس، اتكلم عن الروح القدس، المسح بالزيت، الدهن بالزيت. الراجل الأبرص لما يجي يطهر كان يتحط الدم يطهره، وبعدين يتحط الزيت اللي هو التطهير بدم المسيح، ثم قبول الروح القدس. الفرق بين الاثنين ناس كانوا معترفين باسم المسيح لكن لم يأخذوا الولادة الجديدة وقبول المسيح المخلص في حياتهم. أيوة. طيب نيجي الأسيس أمير من أسيوط. تفضل يا سمير. ايوه يا جناب الاسيس اتفضل. اهلا اهلا جناب الاسيس. ابونا الغالي اتفضل. سلام المسيح معاكم وربنا يبارككم
تحياتي ليك وللاخ الهاني الفاضل اللي احنا دايما بنتعلم منه، اخويا الاخ ايليا الرب يبارككم على الحلقه الرائعه ديت، وكفيل سالي مرنم اسرائيل الحلو، تحياتي ليكم وصلوا لي وانا بصلي من اجلكم الرب يبارككم والرب يعمل بيكم ويستثمركم لمجد المسيح. امين يا جناب الاسيس. امين الاسيس الاسيس امير، انت وحشنا، اتمنى تكون اخبارك طيبه. انت اكثر يا ابونا يا دكتور مرفوع بصلواتكم وصلوات المؤمنين القديسين يا حبيبي. امين امين. اسمع حلقه رائعه وخلتنا احنا حاسين بالسما وشموعتنا بالسما. أمين. طيب الأسيس أمير هو والد الأسيس الرب يبارك. الرب يبارك. طيب نرجع تاني يا أخي إيليا عرفنا الزيت والروح القدس. أيوه. ماشي. هي قالت نقطة، بتقول يا ريت يا جماعة توضحوا لنا حكاية المطهر. إن في بعد الموت فرصة إن احنا ننضف. فإيه رأي حضرتك؟ رأي الكتاب بيقول لنا انه لما ارجع الى قصة الغني ولعازر في لوقا 16 الرد واضح. هو الضلالات اللي طالعه اليوم في المسيحية سببها ايه؟ تضلون اذ لا تعرفون الكتب المقدسة. لما ترجع حضرتك للوقا 16 الرجل الغني اللي راح الهاوية في العذاب طلب ثلاث طلبات من ابراهيم، تفتكرهم حضرتك؟ طلبة الاولانية قال له ارحمني، قال له سوري، قال له ارسل لعاذر لابل طرف اصبعه بميه برضه، قال له سوري. قال له طب ابعت واحد يخبر اخواتي، قال له برضه سوري. وبعدين قال له كلمه جميله حلوه قوي قوي تقول لنا انه ما فيش خروج من المكان الذي سيصل اليه الشخص. يعني اللي مات راح الهاويه مش هيطلع منها تاني. مش هيطلع منها تاني عشان ابقى دقيق، هيطلع منها يوم الدينونه، بس يوم الحساب يعني يطلع منها للحساب ويترمي في جهنم الابديه بعد كده. يعني بس المستوى هيختلف يعني. اسمع العباره ديت. قال له بيننا وبينكم هو عظيم قد اثبتت. أيوة. حتى ان الذين عندكم لا يقدرون العبور الينا. أيوة. ولا الذين عندكم يكتزون اليكم. يعني لا اللي تحت هيطلع فوق ولا اللي فوق هينزل تحت. طب دي واضحة جدا، رد واضح جدا، بس الشيطان بيحاول يخفف أمور ربنا. طب وإيه اللي عليك؟ ما النهاردة عندك فرصة، يمكن آخر فرصة النهاردة، الباب مفتوح والرب يسوع بيدي خلاص. تعال خد خلاص المسيح قبل فوات الأوان، ولو خدت الخلاص هتنتظر المسيح المخلص اللي يجي وياخدنا معاه السماء السعيدة. عندي سؤال، يعني انا عرفت الرب ماشي ومن زمان. أيوة. خلاص اعتبرني انا عشان ما حدش يزعل، الرب يبارك ماشي. فانا عرفت الرب والرب غيرني وانا ابنه متاكد، انا ما دقتش لكن اختبرت. ايوه. يعني فالحته اللي بقول ايه، تشوقني ازاي يا اخي ايليا لمجيء المسيح؟ انا عايز اشتاق. لو انا مش مشتاق ومشغول في العالم وشغال ومطحون ومرجج ووجع دماغ وعيال بس انا مؤمن، بس عايز اشتاق لمجيء رب. شوف يا أسيس سمير، كل اللي تقابل مع المسيح بيحب المسيح. بيحب المسيح. خلي بالك انا مش مشتاق للسماء، مع اني نفسي اشوف السماء، لكن انا مشتاق للمسيح. لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. على قد ما أنا أكون في علاقة وشركة مع حبيب الرب يسوع المسيح وتحلى الشركة معاه، المرنم قال محلى العشرة وياه يسوع رب السماء. كل ما أدخل في علاقة وشركة مع المسيح يوميا أحبه ويحبني واستمتع بأحضانه يزداد اشتياقي إليه، زي ما قالت عروس النشيد أنا الحبيبي وإلي اشتياقه. أيوة. أنا الحبيبي وحبيبي ليا، ومن شدة اشتياقي ليه أشتاق لليوم اللي أكون معاه في السماء. عشان كده بشجع كل واحد، خليك في علاقة مع المسيح، اشبع بكلام الرب، ادرس كلمته،
خلي بالك معايا عزيز الفاضل ان الخطية والامور العالمية بتبرد محبتنا للمسيح، بتبرد محبتنا للمسيح، حتى ان الرب قال مرة لعل ابن الانسان متى جاء يجد الايمان على الارض، ولكثرة الاسم تبرد محبة كثيرين. العالم، الفلوس، الخطية، الميديا، البرامج، المسلسلات دي عبارة عن مية بتتكب على الفحم اللي موجودة في حياتك، وبعد كده نفسنا بتتسد من ناحية المسيح، وبنقول زي ما قال الشعب زمان عن المن: كرهت أنفسنا هذا الطعام السخيف. لكن كل ما تقدس، كل ما تنقى، حب المسيح، أشتاق له، أشتاق للمسيح، أشتاق أعيش مع المسيح هنا، أشتاق أن أنا ما أغضبوش بالخطية، وأشتاق ننطلق، وأشتاق كمان للحظة الجميلة الحلوة اللي أكون مع فيها المسيح، وذاك أفضل. طيب أخي ليه، هو الأخوة دي رجع، بس أنا عايز أسأل سؤال. أخوة دي خليك معنا، أنا رجع. لا، عايز أقول حاجة. ناس كتير ومدرسة، خليني أقولها بوضوح، مدرسة بتقول أن الكنيسة جماعة الله المؤمنين هيجتازوا الضيقة العظيمة، مفيش حاجة اسمها يتاخدوا الأول، يتظبطوا وبعدين يتاخدوا. ممكن ناخد وديع. أهلا بيك يا أخ وديع، تفضل. مساء الخير يا جناب الراعي. أهلا بيك. أهلا بيك، تفضل حبيبي. وازاي الأخ إيليا؟ ربي يبارك حياته. أهلا بيك. في سؤال يقول: ما هي الفتوى بين الاختطاف والإعلان؟ الحاجة الثانية اللي في زكريا 12:10 بيقول أنه ستخف قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون، وفي يوحنا 3:11 وزكريا 14:5 وتنظر كل حين. المهم أن ما غرض المجيء، مجيء الرب يسوع ثانية على الأرض، خاصة في رؤية 20:1-30 في الملك الألف، وماذا نفعل في منكري على الملك الألف؟ والملك الألف حرفيا سيتم. ربي باركك يا خوديع. هو دخلنا طبعا في حتت يعني ربي يباركه، بس مش هنقدر نغطي، عايز حلقات يعني، مش هنقدر نغطي كل حاجه عشان ما انت جميله. يباركك الرب. احنا قاعدين انتخاب العظيم ولا هنمشي يا اولاد؟ ايه الاخبار؟ اذا دخلت الكنيسه الضيقه العظيمه يبقى المسيح مات بلا سبب. الضيقه العظيمه هي دينونه ستنصب على الأرض غضب. هنقراها دلوقتي. غضب جاي على الأرض. والسؤال: هل يمكن للمسيح بعدما مات لأجل الكنيسة وأصبحت جسده، ينفع واحد يمسك كباية مليانة بمادة حارقة ويكبها على جسده؟ هل هذا منطقيا؟ الدينونة، الضيقة العظيمة دينونة وغضب سينصب على الأرض. هو ذا غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم. المسيح مات لكي يخلصنا، فكيف ينصب الغضب علينا؟ طيب أقرأتين واكتفي بيهم. مرة تاني هتعب حضرة المخرج يطلع لنا تسالونيك الأولى 1 اللي احنا قريناها من شوية، اللي بتقول لنا أنه المسيح في الاختطاف سينقذ الكنيسة من الغضب الآتي. هقرأ الآية، تسالونيك الأولى 1:10 بيقول كده: وتنتظروا ابنه من السماء الذي أقامه من الأموات، يسوع الذي، خد بالك من الكلمة اللي جاية، يسوع الذي ينقذنا من الغضب الآتي. الغضب الآتي، من ينقل بالك، ينقذنا من، مش ينقذنا فيه. شكرا. خلي بالك احنا النهاردة في الضيق، ولاننا في الضيق فالمسيح معنا في الضيق، لكن الضيقة اللي جاية المسيح ينقذنا من، فمن فيه. من مختلفة عن طبعا فيه. النهاردة اردد مع مزمور 91: معه انا في الضيق انقذه
فالنهاردة الرب معانا في الضيق اللي احنا موجودين فيه. بس الضيق حاجة والضيقة العظيمة حاجة تانية. لما يجي الكلام عن الضيقة العظيمة يقول لك يسوع الذي ينقذنا من، هو ده الاختطاف. قبل ما ينصب الغضب الآتي على العالم الرب يسوع ينقذنا بالاختطاف من الضيقة العظيمة. طب أخذ آية كمان تاني في رؤية ثلاثة واكتفي بيها. أي. والرب بيكلم ملاك كنيسة فيلادلفيا بيقول له في عدد عشرة. رؤية ثلاثة عدد عشرة يقول إيه بقى لملاك كنيسة فيلادلفيا؟ لأنك حفظت كلمة صبري أنا أيضا، خد بالك من الكلمة اللي جاية، أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض. كان بيتكلم على اللي جاي بعد كده. إيه اللي جاي بعد كده؟ حاجة اسمها ساعة التجربة العتيدة أن تجرب الساكنين على الأرض. إذن الكنيسة لن تجتاز الضيقة العظيمة حسب تسالونيك الأولى واحد عشرة. أيوه. حسب رؤية ثلاثة عدد عشرة. أي. ينقذنا من الغضب الآتي، وهنا ينقذنا من ساعة التجربة العتيدة. يعني إذا حضرتك يعني بتأكد لينا أن الاختطاف أولا صحيح قبل الظهور وقبل المجيء، والضيقة العظيمة بعد الاختطاف. بعد الاختطاف. بعد الاختطاف. طب هنسمع ترنيمة، وهل ينفع أسألك سؤال تاني؟ بكل سؤال. في الحتة دي بالذات بكل يعني. هي طب هو بعد الاختطاف الضيقة دي هتعود قد إيه؟ يعني كفاية سنة مثلا عشان الناس ما تتعبش؟ طيب. ولا إيه رأيك؟ نجاوب. حاضر. طيب. نسمع ترنيمة كده قلنا. عايز أقول يا أبونا يعني يتعست الخاطئ، يعني هو في العالم يتعست الخاطئ. في العالم متألم يعني من خطية ومن أمور كتير، وحتى لما يروح جهنم أو حتى كمان في الضيقة هنا وهناك خسرها هنا وهناك. اسمع معايا الكلمات دي، كل حد لسه ما خدش قرار اسمع الكلام ده، خليك مستعد ورد معايا الكلام ده. نلبس أجساد في عدم فساد، تم الخلاص إلى يا رب معايا
كنيسة قومي بالمصابيح دواري قولي جاي المسيح عارسنا الحلو ده بلا انفصال بلا تغيير والبحر اتشال بين التدبير يا قلبي طير وانشد ليلة وينفع قبل ما تجاوب لنا السؤال انك تصلي توصل الكاميرا بتاعتك حد بيشوفك دلوقتي ويقول لك انا 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 ليه اشتهى انا انطلق انا مشتاق وفي نفس الوقت عايز اتحرر من حاجات ربطاني تحب تتكلم وتصلي مع الكاميرا بتاعت حضرتك يعني انا بشجع كل واحد بيمر في ضغوط معينه ايوه او بيمر قيود معينة أو مشاكل معينة تعال للمسيح أمين المسيح زي ما بنتكلم عنه الليلة دي هو المخلص الذي جاء والمخلص الذي سيأتي تتقابل معاه النهاردة وانت واقف النص يخلصك من خطاياك ودم يسوع المسيح ابنه يطهرك كل خطية شجعك يمشي معاك قال بولس كده الرب وقف معي وقواني وكمان تستنى مجيء قلبك بالروح القدس كل يوم تبقى فرحان رغم كل الضغوط رغم كل الألام عينيك تترفع للسماء وتعمل زي إبراهيم اللي كان ينتظر المدينة العتيدة أشجعك صلي معايا وقول للرب أنا محتاج لك النهاردة تعالوا نصلي مع بعض أحبائي يا رب شكرا ليك من القلب لأنك فاتح ذراعيك لحد الليلة دي لتقبل كل تعبان كان تعبان من الخطية أو تعبان من الضغوط أو تعبان من المشاكل أنت اللي قلتها أولى تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم يا رب أذكر كل نفس قدامك النهاردة طلباك
تترجى وجهك، تشتاق إلى حرية، تشتاق إلى راحة، تشتاق أن تملك جوه قلبها. يا رب بصلي لأجل كل واحد النهاردة أنك ترفع عينيه للسماء ويحط عينيه وينتظر مجيء المخلص اللي جاي قريب، اللي هيغير الأوضاع، ونسكن مع الحنان حبيب القلب يسوع. بارك الكل واحد رجع لك النهاردة في اسم المسيح يسوع، آمين. آمين. مجدا للرب. طيب، هو بعد اختطاف الكنيسة وبعد كده الظهور المجيء قد ايه وقت؟ ما بين الاختطاف وما بين الظهور 7 سنين حددها لنا الكتاب في عدة مواضع كتيرة قوي، سواء في سفر دانيال أو في سفر الرؤيا. في سفر الرؤيا أسيس سمير حددها الكتاب أنها 7 سنين مقسومة جزئين، وابتدأ الأوجاع والضيقة العظيمة، وسمها الكتاب، حددها الكتاب آسف، بالسنة والشهر واليوم. ثلاث زمان وزمانين ونصف زمان، يعني 3 سنين ونص، وزمان وزمانين ونصف زمان. حددها الكتاب 42 شهر، 42 شهر. حددها الكتاب، طب ليه قسمها نصين يعني؟ 1260 يوم و1260. طب ايه حكاية ان قسمها نصين يعني؟ هتتقسم نصين لانه في النص التاني بقى هيبتدي تتحقق شوية حاجات معينة زي ظهور الوحش والنبي الكذاب في رؤية 13، وهتبقى أشرس وقت هيبقى يمر بيه على الأرض، اللي هو الضيقة العظيمة بقى من بعد سقوط الشيطان من السماء، اللي هو سماء الطيور والفلك في رؤية 12. حتى الكتاب يقول ويل لساكني الأرض لأن إبليس نزل إليكم وبه غضب عظيم. هي فترة صعبة طبعا لكل من رفض المسيح المريح، لرفض المسيح اللي اتذبح، هيتذبح هو. أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم هاتوهم قدامي واسبحوهم. بس احنا النهاردة في حلقتنا بنتكلم عن المخلص، المسيح سيأتي مخلص يا أسيس سمير. وده اللي نفسي قوي، واحنا على شاشة قناة الكرمة الجميلة بنذيع خبر لكل العالم جميل، جاي المخلص هيخلصنا من عدة حاجات، مش عارف في وقت تحب تقول لك يعني. تفضل. هيخلصنا من ايه وايه 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 وايه. تفضل. عشان ليه هدف الحلقة، والناس النهاردة متألمة متوجعة متضايقة، ارفع عينك للسماء، المخلص جاي. بس افكر حضراتكم، هيجي المخلص يخلص المخلصين، اوعى تنسى التعبير دوت. كل من نال الخلاص بدم المسيح من خطاياه سيأتي المسيح لكي يخلصه. عد معايا على الاقل من 5 حاجات. الحاجة الأولانية، هيخلصنا من الغضب الآتي اللي احنا اتكلمنا عنه. فمجرد أن تخطف الكنيسة إلى السماء التي تحجز، ها النهاردة إنجاز التعبير، ربنا يعني أقول تعبير وتسامحوني عليه، ربنا بقت يعني الحد هنا دلوقتي، ربنا مش مستحمل. إنجاز التعبير أقول مش مستحمل شر المسيحية وشر الأشرار اللي بينكروا المسيح، اللي بيطولوا على المسيح، الحاجات اللي بتعمل في المسيحية الإسمية. الرب صابر وصابر ليه؟ لأجل الكنيسة الموجودة في الأرض. فمجرد أن تخطف الكنيسة إلى السماء غضب الله سينصب على العالم. عشان كده احنا مستنين بقى المخلص اللي هينقذنا من هذا الغضب. أيوة. قبل ما ينصب الغضب هيجي المسيح، زي ما قرينا في تسالونيك الأولى 1، يسوع الذي ينقذنا من الغضب الآتي. 1-2، يبقى المخلص هيخلصنا من ايه؟ 1، الغضب الآتي. 2، هيخلص، ودي بشرة حلوة قوي لكل المؤمنين، هيخلصنا من الأجساد المريضة التعبانة الترابية اللي احنا فيها. مجدا للرب. ومين فينا يا أسيس سمير مش بيعاني النهاردة من مرض و2 و3 و4؟ الخليقة كلها تئن. عشان كده احنا قرينا في بداية الحلقة النهاردة في لبي 3:21، مخلصا من السماء يسوع الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. كورنثوس الثانية 5:1، النقض بيت خيمتنا الأرضي
فلنا في السماوات بناء بيت غير مصنوع بيد. رقم ثلاثة، هيخلصنا من الأشرار. يبقى واحد يخلصنا من الغضب الآتي، اثنين يخلصنا من الأجساد الترابية ونلبس الأجساد الممجدة، رقم ثلاثة هيخلصنا من الأشرار. الأشرار واللي عاملينه في العالم، الكتاب قال تعبير عن الأشرار يا أسيس سمير، الأشرار كالبحر المضطرب الذي تقذف مياهه حمأة وطينا. ومين فينا النهاردة مش تعبان من اللي بيعملوا الأشرار من حروب واغتصاب ودمار وقتل، مش رحمين حاجة. لكن الخبر الحلو، هيجي المخلص وهيريحنا لما خدنا للسماء ونسكن مع الحنان هناك. والكتاب يقول عن السماء لا يدخلها شيء دنس أو نجس. طيب قبل ما تكمل، أنا عارفك مركز جدا، في نصح من هنا. أهلا وسهلا. ده مشوار جامد قوي، فينفع اتفضل ينفع ناخد لك نصح من هنا؟ اتفضل لك نصح. اتفضل، بس اوعى تنسى باقي لك نقطتين. ها حاضر. ايوه لك نصح. اتفضل نصح من هنا. مش عارف عندك شبكة ولا ما عندكش؟ أخ نصحي. طيب إذا كانت أنا مش جايبة معانا، نجيب أسوان. ناخد عماد من أسوان. تفضل حاجة في سمير وضيوفك الرجال، الله الأفاضل ربنا يسكم. حلقة مهمة، أنا مش هطول عشان وقت البرنامج. بقينا وقت قليل. الرب يسوع النفوس تسرع للتوبة والرجوع إلى شخص المسيح. الرب جرب يجي ياخد كنيسته وعروسه المؤمنين، ما عادش في وقت خد قراره وتعالى بإيمان وثقة بعمل الصليب. ربنا فاتح إيديه بيقول من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. ربنا بيتكلم من خلال النفوس اللي بتسقط حوالينا بطريقة غير عادية. بخليل عايزين نعيش فيها فعلا استعداد الرب جاي، وعايزين نشهد عنه ونكون نور وسط الضلمة والنادي بالخبر الصار. ده هذا كل شخص مسيحي يتقابل مع رب المجد. النادي بالخبر الصار هو زي ما مكتوب الذي يريد ان جميع الناس يخلصون والى معرفه الحق يقبلون. يباركك الرب، يباركك الرب. يعني متحمسين قوي لكلامك. أمين. فسخن قدام أمين. الشاشة. أمين. وعايز يعني حاجة جميلة جميلة. يباركك الرب يا عماد، يباركك الرب. ناجي من أسيوط، ناخد ناجي. اهلا وسهلا. طب ناجي عشان في نقطتين لازم نسمعهم. اتفضل يا اخي ناجي. اتفضل. اهلا يا كابتن سمير، اهلا بيك. احنا بنتفرج على حاجه كده من الجلسه، يعني ماجدا ماجدا للرب. الجاسيس فادي امير كلام ليه والخطام كل ما بنستخدمهم يبارك فيكم بعمل عظيم. يباركك رب يا ناجي، شكرا ليك. فاحنا عندنا الوقت خدنا ثلاثة، بقينا لنا اثنين. قلنا المخلص عشان بقينا لنا بتاع ثلاثة أربع دقايق. المخلص المسيح سيخلصنا من الغضب. أيوة. رقم اثنين، يغير الأجساد المريضة التعبانة. أيوة. الترابية. رقم ثلاثة، يخلصنا من الأشرار. أيوة. البحر المضطرب. رقم أربعة، سيريح الخليقة التعبانة اللي حوالينا. يريحها بقى من ايه؟ من كل القرف ده كله. بالظبط. الكتاب قال أن الخليقة أخضعت للبطل، الخليقة تئن التي حولنا. هيحصل لها حاجة جميلة في رومية 8 يا سيد سمير، الخليقة ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. المسيح لما يجي هيريح كله، مجداً للرب. هيريح كله. خمسة وآخر حاجة واكتفي بيها، هيخلصنا من الشيطان. خلصنا من الشيطان. الشيطان ده ليه قصة جميلة طبعا، برضو حلو لما نقراها في سفر الرؤيا، بس مفيش وقت ليها دلوقتي. نقرأ عنه انه مرتين او ثلاثة يطرح في سفر الرؤيا، مرة يطرح من السماء للأرض، ومرة تانية هيطرح في الهاوية، ومرة تالتة ودي رؤيا 20 هيطرح في جهنم الى ابد الابدين. في رؤيا 20 عدد 10 ابليس هنرتاح منه الى ابد الابدين. اللي رفض المسيح واللي عاد المؤمنين سنستريح منه إلى أبد الأبد. ممدوح من القاهرة. أيوة ممدوح، اتفضل. اتفضل بسرعة كده. أي ايه
انا مش فاهم بصراحة، مش عارف اوضح. اذا المخرج ايه الصوت مش واضح خالص يا ممدوح. نصحي من انا تفضل. اتفضل يا نصحي. اخي نصحي اتفضل. اتفضل. نعم. ازيك يا استاذ برلمان؟ نشكر ربنا. اتفضل. قول قول سؤالك. سؤالك ومداخلتك اتفضل. ايوه. انا كنت عايز اسال القصه على المسيح الجلدان اللي بيقولوا عليه ده. عايز اعرف ايه زي المسيح الجلدان يعني. مسيح الدجال. طيب ده عايز حلقه ده ولا ايه ده؟ مش عارف يا نصحي. يا اخي نصحي سؤالك جميل طبعا. عايز تقول له جمله احنا مثلا؟ عندنا في جمله واحده اقدر اقوله. ما يسمى بالنبي الكذاب اللي هو هيظهر في منتصف الضيقه العظيمه مع الوحش. خلينا نستخدم اللفظ دوت، النبي الكذاب اللي نقرا عنه في رؤيا 13، هيشتغل مع الوحش عشان يضل الأمم اللي هتفضل على الأرض بعد اختطاف الكنيسة. طيب أنا عايز أعرض عليك حاجة وأرجع طبعا للسادة المشاهدين بقى. يعني إيه رأيك ما تيجي نعمل حلقة تبقى بس أسئلة المشاهدين عن الاختطاف والمجيء التاني، بكل ويسألوا حضرتك تجاوب كل سؤال، ونقعدك في كرسي كده في النص هنا وتجاوبنا كلنا. أمين. إيه رأيكم أعزائي المشاهدين؟ حقيقة موضوع شيق جدا جدا. احنا لسه معانا 3 دقايق، هتديني بس دقيقة منهم. اتفضل. بعد إذنك يعني أختم مع الأحبة يعني. أيوة. لو عايزك تقول لي جملة حالياً، يعني تكون جملة للمشاهدين تشجعني أعيش إزاي وأنا منتظر اختطاف الكنيسة. أروع كلام قاله المسيح نفسه، أنا ما عنديش حاجة أقولها لكن أخد كلام المسيح. لما أتكلم في إنجيل لوقا أصحاح 12 وقال: وأنتم مثل أناس ينتظرون متى يرجع سيدهم من العرس. شكلهم إيه اللي مستنين مجيء المسيح؟ اسمع كده: لتكن أحقاءكم ممنطقة، عصيكم في أيديكم، سروجكم موقدة. يعني إيه الكلام دوت؟ أولا أحقاء ممنطقة يعني واحد لابس مستعد إن هو يسافر. خليك مستعد إنك تسافر كل يوم. أيوه صحيح. رقم 2: عصيكم في أيديكم، وانت مسنود على الرب طالع مسافر وبتقول ملياش حاجة في الارض هنا، بعصاي عبرت هذا الاردن. انا رايح وليس لنا هنا مدينة باقية. اخيرا سروجكم موقدة. والمسيح جاي، ياريت الشهادة بتاعتنا ما تطفيش بسبب الخطية والنجاسة وحب المال وحب الامور العالمية. نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعزبنا. حتى ان الكتاب احبائي بيقول: طوبى لذلك العبد الذي اذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. ربي يساعدني ويساعدكم واحنا منتظرين مجيء المسيح. يلا ننسى ما وراء، نعيش للمسيح، نخلع اعمال الظلمه، نلبس اسلحه النور، نمتلئ بروحه، نحب الرب، نسعى كسفراء، وكل يوم بندوس على الغربه واللي فيها ونقول امين تعالى ايها الرب يسوع. يباركك الرب. انا استمتعت جدا بجد. انت جميل يا اخي علي. الرب يباركك الرب. حقيقة انا يعني ولا مره تقابلنا في برنامج من برامجنا على الميديا الا واستعلمت واستفدت منه. العفو. نشكر الرب. مدرسه. فضل الرب وكلمته. نعم ربنا يبارك كل المجد. استخدمك الرب. كل المجد. وميرسي يا فادي على محبتك ووجودك معانا والتسبيح الجميل ده. وأشكركم أعزائي المشاهدين الكرام لأجل حسن المتابعة، وأقدر جدا متابعتكم. حقيقي أنا مش عارف بعد كل الكلام الحلو ده نقول إيه. أنا ما عنديش حاجة أقولها تاني حقيقي، بس اللي أنا عايز أقوله لك فعلا زي ما الأخ إلي قال لنا، عايزين نتشجع، عايزين نقف على رجلينا، عايزين نصمد قدام كل حروب إبليس وننتظر الرب. في واحد قال كان زمان، تأثرت جدا لما سمعته قال كده: أنا لو عدى طول النهار ما جاش أقول له أنا هستناك طول الليل، ولو ما جاش طول الليل قال له هستناك طول النهار وحفضل استناك. وكان بيصلح ساعات، قال هفضل أصلح ساعات إلى أن تأتي ساعة الرب.
فحلو الاشتياق ده والانتظار. نشوفكم الاسبوع الجاي مع حلقه جديده من جي وقتك، حلقه ممتعه جدا، والاسابيع اللي جايه عندنا شويه حاجات جميله قوي انا متشجع عليها جدا. ارجوكم يا احبائي صلوا لاجلنا. وانا بشكر بالمناسبه صمائيل، انا ما اعرفش سامعها دلوقتي ولا لا، وبشكر امل وكل فريق الكارما في مكانهم في الاستوديو. ربنا يبارككم، ربنا يبارككم ويديكم نعمة وبركة غير عادية. إلى أن نلقاكم الأسبوع القادم مع حلقة جديدة من جي وقتك، أترككم في رعاية الله.